معانا دلوقتي مريم. طب ناخد مريم قبل ما قبل ما تروح مننا. مريم من داخل نادي الجزيره، النادي الاهلي فرع الجزيره، عشان نعرف كمان من خلال لقاءاتها مع بعض الجمهور الموجود في النادي توقعاتهم ايه، ويعني شايفين ايه اللي هيحصل في مباراه النهارده. يا مريم صباح الفل عليكي واهلا بيكي. يا صباح الفل على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، بصبح عليك يا كريم أنت ونهاوند، وإن شاء الله يكون صباح عظيم يعني بلون الانتصار بلون نادينا العظيم النادي الأهلي بإذن الله النهاردة إن شاء الله. طيب بالنسبة بقى للناس الموجودين عندك النهاردة داخل طبعاً إحنا متواجدين بإدارة الإعلام بنادي الأهلي الجزيرة. تمام، احنا متواجدين النهاردة داخل إدارة الإعلام بالنادي الأهلي بالجزيرة. طبعا يعني يمكن قراءة في الصحف أو المواقع الإلكترونية كلها كانت بتدور حول مباراة النهاردة، طبعا المباراة الهامة ما بين الأهلي وإمبي. فكان عندنا يعني من أبرز العناوين من بوابة الأهرام، الأهلي بيستعيد منافساته المحلية بمواجهة إمبي الليلة لتأمين قمة الدوري. طبعا أهم نقطة في الخبر ده ان الاهلي سيخوض هذا اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز. وطبعا من اليوم السابع كمان كان عندنا ان الاهلي بيخطط لتامين انفراده بقمه الدوري امام امبي بعد غياب 5 أشهر. ومن موقع يلا كوره برضو كان العنوان الابرز 151 يوم غياب، الاهلي بيعود لبطولته المحببه امام شباب امبي. وطبعا النهارده بيسعدنا يكون معانا الناقد الرياضي الاستاذ محمد البرعي من داخل اداره الاعلام، يعني هنتكلم معاه طبعا اكتر عن رؤيته النهارده في المباراه وممكن يكون توقعاته ايه بالنسبه لمباراه الاهلي وامبي. بصبح على حضرتك يا فندم. صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. طبعا النهارده يعني بعد غياب 5 شهور بيعود النادي الاهلي لصولاته وجولاته في المستطيل الاخضر. النهارده على موعد مع اللقاء يعني المرتقب من سنين بقى لنا فتره طويله، الاهلي وانبي المؤجل من اسبوع 15 للدوري. بالتاكيد المباراه مباراه مهمه جدا، مباراه طبعا النادي الاهلي بيحضر لها من اكثر من شهر. كان في العديد من التحضيرات الفنيه اللي سبقت المباراه ديت، والتحضيرات الفنيه شملت برضو تجربتين وديتين. المستر نيفايلر اهتم جدا بالجانب اللياقه البدنيه بجانب امور فنيه كتير جدا حرص عليها، خاصه في الاسبوع الاخير قبل المباراه مباشره. كان في التمرينات يعني حاجات تكتيك كتير بيتم يعني تدريب عليها، بيتم امور كتيره جدا كان بيقولها في المحاضرات بالتجهيز للمباراه بشكل كبير. وان شاء الله يكون الاهلي جاهز، والاهلي جاهز طول عمره طبعا للمواجهات الزيادات مهما كانت فتره الغياب. تمام، حضرتك ذكرت دلوقتي عن طبعا اهم وديتين بعد التوقف خلال الاسابيع الاخيره، كان وديه الاهلي امام سموحه برباعيه نظيفه وامام الجونه كمان اللي كسب فيها 5-2. ده هيشجع الاهلي النهارده ان هو يواصل الانتصارات بالفارق ده برضو ان شاء الله. طبعا بالتاكيد الاهلي عينه على الـ3 نقاط. الاهلي طبعا بالتاكيد المباراه بالنسبه له مباراه مهمه جدا في اطار تدعيم موقفه على قمه الدوري الممتاز، 49 بونت. الاهلي طبعا محتاج لكل بونت جاي علشان يحسم بشكل رسمي بطوله الدوري الممتاز، البطوله المحببه المفضله طبعا لجمهور النادي. بالتاكيد طبعا المباراتين وديتين ما كانش هم بس التحضيرات الفنيه اللي سبقت المباراه ديت، لا كان في اكتر من تراي ماتش اتعمل ما بين اللعيبه وبعضها، وكان ده برضو من الاستعدادات القوية جدا. ترى الماتش بين اللعيبة وبعضها بتبقى من أقوى اللقاءات وبتبقى فيها أمور فنية كتيرة جدا. مستر نيفايلر زي ما قلت لك كان في الأسبوع الأخير ركز جدا جدا على الجوانب الفنية بجانب الأسابيع اللي قبل كده كان فيها تركيز على الجوانب الفنية بجانب اللياقة البدنية للعيبة اللي إن شاء الله هتبان بشكل كويس إن شاء الله بإذن الله في المباراة بتاعت النهاردة. فارق كبير طبعا بين النقاط ما بين النادي الاهلي اللي بياتي في المركز الاول 49 نقطه ويعني امبي اللي بياتي في المركز السابع برصيد 25 نقطه، ممكن ده ياثر ازاي على اداء الفريقين؟ لا بالعكس، يعني من اهم الحاجات اللي بتتقال قبل اي مباراه انك انت بتنسى موقف المنافس بتاعك في اي مركز، بتخش مركز جدا محترم المنافس بتاعك بشكل جيد جدا، لان دي سمه النادي الاهلي، سمه النادي الاهلي في كل ماتش هو ده ماتش بيعتبره نهائي بطوله. فطبعا لا يعني بالتاكيد ما فيش يعني حاجه هتاثر ما بين المستوى في النقاط او فرق النقاط ما بين النادي الاهلي وامبي، بالعكس الاهلي هيحترم امبي جدا جدا. كان في
تركيز جدا على الجانب ده في الاعداد النفسي للعيبه. باذن الله يعني هنشوف مباراه باذن الله طريق بالنادي الاهلي، مباراه تكون قويه، مباراه يعني ترجعنا لعوده الدوري من جديد وعوده المنافسات من جديد. اشتقنا طبعا نشوف النادي الاهلي، واشتقنا للكره المصريه بشكل عام بعد غياب لم تشهده الكره العالميه على مدار تاريخها. يعني النادي الأهلي طبعا يعني احنا عارفين النهاردة ان صفوف الفريق بتشهد يعني عدد من الغيابات، سواء بسبب الإصابات او الإيقاف او كمان موقف مثلا لعيب مع النادي الإنجليزي وهو رمضان صبحي نادي هدرسفيلد الإنجليزي. شايف ان ممكن الغيابات دي تأثر ازاي على أداء الفريق النهاردة؟ ما فيش شك ان في بعض الغيابات في النادي الاهلي، في عندنا 5 غيابات يعني من الصفوف الرئيسيه للفريق، عندنا رمضان صبحي، عندنا كهربا، عندنا ياسر ابراهيم، عندنا رامي ربيعه، يعني عندنا اكتر من عنصر من العناصر الاساسيه اللي ممكن تكون مقصره، لكن الاهلي عودنا دايما الاهلي بمن حضر. ما فيش فرق ما بين لعيب اساسي ولعيب بديل، ما فيش في الاهلي حاجه اسمها كده، كل لعيبه النادي الاهلي لعيبه اساسيه، كل اللعيبه جاهزه لكل المنافسات سواء افريقيه سواء محليه. بالتاكيد يعني النهارده مش هنحس باي غيابات، الاهلي عودنا دايما ان ما فيش حاجه اسمها غيابات جوه النادي الاهلي، بالعكس النادي الاهلي كل لعيبته على نفس المستوى على نفس القدر من التركيز. ان شاء الله يظهر النادي الاهلي بالصوره اللي احنا اعتدنا عليها وتكون فتحه خير باذن الله لحسم الدوري ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله. على مدار السنوات الماضيه ما بين المباريات اللي كانت ما بين الاهلي وام بي كان الاهلي ليه نصيب في 10 اهداف، يعني يمكن نقول في الوقت البدل الضائع، هل شايف ان ده ممكن يحصل النهارده برضو؟ مش عايزين نوصل لده، يعني مش عايزين نوصل ان احنا نقول ان احنا هنحسم في البلاس 90 المباراه، لا ان شاء الله يكون النادي الاهلي قادر باذن الله من البدايه يكون حاسم الامور بشكل اساسي، وده اللي قلت لك مركز عليه مستر فيلر جدا على الجانب الفني والجانب الهجومي بشكل اساسي. يعني بالنسبه لتدريبات النادي الاهلي احنا تابعناها الاسبوع اللي فات ده او مدار الاسبوعين اللي فاتوا تحديدا، كان في على الشق الهجومي بالذات تركيز كبير جدا، ازاي تفتح الملعب من الاجناب، ازاي تخترق من العمق برده، ازاي تحركات بدون كوره والكره ازاي يعني امور فنيه كتير كده، مش عايز اكشف حاجات اوراق فنيه كتير كده بتبقى في التمرين طبعا بتبقى من الحاجات اللي بيحتفظ بيها الجهاز الفني. للاسف يا مريم احنا مضطرين نقاطع لقائك الجميل ده وبنشكرك طبعا عليه شكرا جزيلا، لان للاسف احنا محكومين بمده زمنيه معينه. كل الشكر والتقدير لزميلتنا العزيزه مريم سميح مراسله قناه النادي الاهلي في نادي الاهلي فرع الجزيره.